سلام الكبيدات النوارات ديالي، لاباس عليكم بخير؟ هانيين، كي دايرين؟ مع الصحة والفن. الله يرحم ليكم الوالدين على الكومونتيرات الزوينين، والله يرحم ليكم الوالدين على لي ميساج الزوينين. قد ما شكرتكم البنات راه ما غنوفيكمش حقكم. اولا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل التشجيعات ديالكم باش انا غاديه لقدام، يعني بخطوه بخطوه. نتوما اللي اصحاب الفضل الكبير عليا، والله يعني ابار على الدعم ديالكم، ابار على انكم كتفرجوا فيا، على انكم كتبغيوني. نتوما اللي كتشجعوني باش نزيد لقدام في التجاره، نتوما اللي بقيتوا عليا صباح ديري شي حاجه من غير اليوتيوب لانه ما مضموش. وفعلا البنات كلامكم على راسي من الفوق، ودائما كندور ندور وكنرجع للكلام ديالكم. داكشي علاش كنقول لكم كيف ما كتبغيو ليا الخير، الله يعطيكم الخير يا ربي امين، والله يقوي خيركم البنات. وبالنسبه للناس اللي غيقولوا لي صباح ما جاوبتيناش في الواتساب، راه يدي بوحدي يا البنات، عار ديروا بوجهي ودوزوا لاختكم بشويه بشويه. اون فوا غادي تسالي ندى ان شاء الله الموحد، وغندير لها تاهي النمره باش هكا تولي تشد معايا الكوموند. عمرني ما باقي نعاود، وعمرني ما باقي نثيق في حتى شي حد اخر، يعني من غير نفسي بشويه بشويه. اللي جاوبتو هي هذيك، اللي ما جاوبتوش يسمح ليا. بالنسبه للبيجامات ما كانش كيحساب ليا غادي يعجبوكم حتى لهاد الدرجه، ما كانش كيحساب لي انهم غادي كلشي غادي يبغيوهم. وشكرا لكم، شكرا للناس اللي كومونداو من عندي. راه كنجاوب البنات، راه ماشي ما كنجاوبش، كنجاوب منعس حتى 4:30 ديال الصباح، وصباحه فايقه مع 8 مشيت كنواقفه تيتفصلوا لي كوموند. غدا ان شاء الله راه ما كايناش الخدمه، يعني حتى نهار الاثنين عاد باش نكملوا فيهم هكا باش الناس ياخذوا لي كوموند ديالهم في الوقت. الله يجيبني معاكم في الصواب. وصافي البنات كنجاوب بشويه بشويه، ولي ستوك راهم قرابين يسالي. والبنات اللي بغات شي حاجه مرحبا، على الراس والعين غير نسالي وعاد نبدا نجاوب. وهنا البنات جبت لكم الجديد 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 ثم الجديد، ودائما الاثمنه ديال الهبال والاثمنه ديال ولاد الشعب والجلابه بالاثمنه المناسبه. البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا، عرفتوا هادي البنات؟ والله كون كنتو حدايا تقلبوا التوب ديالها تقولوا عمرني ما بقى نخيط شي جلابه. ناخذها هكا طالعه، شوفوا البنات الجلابه شفتوا كيف دايره، شوفوا ليا الالوان. عرفتي جبت لكم هذه المره اللوينات اللي واعره، راني قلتها لكم ووعدتكم غيكونوا الاثمنه ديال ولاد الشعب، الاثمنه في المتناول البنات. شوفوا ليا اللوينات ديال الصيف، اللوينات ديال الصيف هذا راه ما بينش لكم مزيان مع الاضاءه. والطايات بالنسبه للناس اللي كيبغيو الطايات كبار، راه كاينين في هذه، كاينه فيها حتى 3XL البنات. هانتوما انا غادي نجرب لكم كل حاجه بوحدها. العريسات العريسات الفنات، شوفوا شوفوا عرفتي انا هذه نلبسها ونخرج بها يقولوا عسى واحد جوجات. هاتي واعره واعره كتحمق. وكاين حتى موديلات اخرين البنات انا غادي نوريهم لكم. المهم غادي نبدا معكم بهذا الموديل هذا البنات ديال المطروز اللي داير ضجه، ودائما كميمات اللي كيعجبوكم بحال ما هكا. هاد اللون هذا هاد الغوز فلاشي واعر، هو اللي داير ضجه دابا البنات في هاد الصيف هذا، اللوينات ديال الصيف مبردين. ها نتوما شوفوا ليا. ودائما البنات الاثمنه في المتناول الجميع هذه 220 درهم البنات، 4400 ريال. شفتوا البنات هادي دابا راه الطاي اكس ال، انا تلبس نورمالمون كنلبس طاي ال، ولكن هادي الطاي اكس ال وهنا لبستها لحقاش. هادي راه ما فيهاش طاي ال، فيها اكس ال دوبل اكس ال اللي فيها 3 اكس ال. ما عرفتش واش فهاد اللون كاينه اولا لا، المهم هي دوز اكس ال كاينه، 3 اكس ال كاينين في الالوان الاخرين، كاين في الغوص 3 اكس ال ولكن غير دوز اكس ال. معنا هذا اللي فتحاتهم ومقاداتهم، وشكر كبير لالا ندى ولالا نوران باش ما ينوضوش ليا، راهم عاونوني. المهم البنات هانتوما شوفوا ليا اللوين، هذه طويله حتى لتحت كتجي مستوره وفيها فتيحات صغار البنات، شفتوا فيها القب على هذا الشكل هذا البنات. التوب ديالها ما نشكرش لكم البنات، واعر 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 طوب ماشي اللي كيتباعوا البنات. هادو كنحاول ما امكن كنختار لكم الثوب اللي يوالمكم، خصوصا في هذا الفصل الصيف حنا عارفين الحراره كتلبسي الجلابه كتولي تشوي. هذه الثوب ديالها
وغزال واعر، يعني ما تقول لي لا نفصل لا نخيط لا والو، هذه طالعه موجوده 4400 ريال للناس، ونقيس لكم لون اخر. انا البنات اللوينات ديال الصيف المبردين الواعر اللي ما كتشد فيهم لا شمس لا والو. قبل البنات ما نوري لكم هذه، غادي تقولوا لي صباع علاش ما درتيش في القناه الثانيه، القناه الثانيه خاويه. هذيك البنات غادي نبدا نحط فيها غير ندبر على تليفون اختكم ساعفو معاها وصافي، لحقاش التليفون ديال نور هاد دايره فيه القناه ودايره فيه يعني لي نيميرو التليفون. اون فوا غادي نبدا ندير معكم شي لايف او لا شي حاجه، غادي ما غتشد ليا والو بلي زابيل وسميتو، ما غادي لا ندير لايف بخاطري لا يدار فيديو لا حتى شي حاجه. داكشي علاش صبروا مع اختكم، دخلوا اشتركوا فيها، غنبدا نحط ان شاء الله غير هويا نتقدا شي تليفون. انا موصية واحد الولد يدبر لي على شي تليفون هكا على قد الجيب باش هكا نتماشاو مع الوقت، والله يدير لنا اللي فيها الخير البنات. وسمحوا لي وتعفوا مع اختكم كيف ما واقفين جنبي، الله يحفظكم الله يخلي لكم معز عليكم. المهم البنات هذه راه فيها الطاي دوز اكس ال، يا كندا هذه اللي عطيتيني الطاي فيها دوز اكس ال الخضراء، فيها الطايات الكبار، الخضراء فيها غير الطايات الكبار ما فيهاش الطايات الصغار البنات. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي، هاد اللون ديال الخضر واعر ما معطيش حقه في الكاميرا هنايا بالبلو مارين. شوفوا البنات الناس اللي عندهم طايات كبيره وكيقولوا لك ما كنصيبوش الجلابه صباح قدنا، ها هما راه كاينين اللي طاي البنات، وكاينين حتى ل 3 XL، حتى ل 3 XL في هاد الجلالب هادو، لا الماغون انا نوريهم لكم 3 XL اللي كاينين البنات. ها انتم شوفوا شفتوا القب، انا كنحاول البنات انني نوري لكم، ها انتم هيا حتى هي طويله ومستوره البنات. اللي بغات شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها ليا في الواتساب، او الليلة ما شدلاش الواتساب تعيط ابل عاديه. نوري لكم اللون الاخر البنات، ها انتم هيا البنات وشوفوا لي اللوينات كيف ما كنقول لكم دائما، حاولت انني نختار لكم اللوان توب دي توب اللي يناسبوا لكم هاد الفصل هذا الدبدوبات خواتاتي الكرون طاي. مرحبا بكم، غادي تلقاو الاكس ال دوبل اكس ال وحتى ل 3 XL البنات. ها انتوما شفتوا، انا راه حاولت انني نلبس لكم طاي كبيره كبر مني، انا نورمالمون كنلبس ال، هذه راه فيها دوز اكس ال. شفتوا شوفوا لي اللوين وشوفوا الطرز البنات، وهنايا كاين هاد لاموطارد هذا البنات، وفيه هنايا البيج شفتوا. ودائما راهم طوالين مستورين البنات حتى لتحت، والثوب ما نعاودش لكم، شوفوا الثوب كيفاش تيترغوا عاد بوحدو. نجرب لكم لون اخر البنات، ها انتم هاللون الاخر البنات، ودائما مع لي طاي الكبار والالوان الصيفيين سكريني واي حاجه بغيتوها. ومرحبا بكم البنات والطلبيات ديالكم، هذا غوز بيبي فيه البلو مارين شفتوا، شوفوا لي الطرزه كيفاش جايه والقب، شوفوا البنات. دائما الاثمنه 220 درهم البنات، اثمنه في المتناول ديال ولاد الشعب. شوفوا لي البنات اشو كدايره البنات القب، واو كيجاني. المهم ها انتم هاللوي الاخر قلت لكم ديال العريسه، دابا نلبسو ونخرج يقولوا صافي صباح صباح تزوجت، ما غاديش في بالهم بالله راني غير تندير الشوتينغ. المهم البنات هادو العيالات كيا الكلاس شي حاجه، الحاجات الناس اللي كيبغيو يديروا العمره، العيالات اللي كيبغيو يلبسوا ويتانتكو. المهم ها انتما شفتوا البنات هاد اللوين هذا خطير خطير جدا جدا، فيه الكري هو ابيض وفيه الكري. البنات ها اللوين الاخر هذا واحد اللون ترابي مقهيوي، مع المهم لون ترابي واعر، هذا فيه 3 XL البنات، ها هو 3 XL
هذا تضحك المهمه انتما البنات. هذا اللون الترابي في 3 اكس ال وكيجي بلو مارين هنايا، وهاد الطريزه هادي اللي كتواتي زعما كاع الالوان كيحمقوها البنات، لونين سيك فلون والالوان يعني ديال هذا الفصل، هذا ديال فصل الصيف البنات. وندوزو دابا لواحد الموديل البنات، هذا اللي كنت طلبته ليا بزاف ديال بيروكي عقلتوا عليها البنات، المهم انا غادي نلبسو دابا ونصوره لكم ونقول لكم لي طايات اللي فيه. هنا البنات هنا رجعت لكم موديل ديال بيروكي، كانوا بزاف ديال الناس اللي مصيبني عليه كيعيطوا ليا في التليفون كيقولوا ليا جيبيه لنا ولا بد بغينا. المهم هنا رجعت لكم فيه شي بياسات اللي بغاتو واللي كانت باغاهم كوموندي عليهم ما لقاتوش، انا عاودت رجعته لكم من اول وجديد. ها هو فيه حتى لي طاي، داك النهار كانوا فيه يعني ما كانوش لي طايات بزاف، دابا راه فيه لي طاي كاملين تقريبا البنات. مهم ها نتوما هذا ديال البيروكي، هذه المره راه جبت غير البيروكي في الكحل وفي الاحمر لانكم كومونديتو عليه بزاف، داك اللي فيه الموف واللي فيه الكراميل سميتو ما جبتوش، جبت هذا لانه اكثر الطلب انا البنات فيه لي طاي. مرحبا بكم. والسيده اللي موصيه حسنة عاكوني هاني، انا غنطرف لك وحده عدها باش ما يتباعوش وتبقاي بلاش، لقيت واحد السيده مسكينه كل مره كتعيط تقول لي وا ضروري تجيبي لي وصافي، تقول لي وا صافا لما جبتي لي ما بقاش نهضر معاك. المهم انا جبت لكم البنات، ها انتم البنات اخر موديل معنا والجديد دائما في الجلابه مطروز. هاد الطرزه هادي هنايا اللون اللي واعر كيحمق، هذا الازرق الملكي كنت بغيتو في شكل اخر اللي كان هنايا في الايد، صراحه ما لقيتوش بقى تالا حتى نعاودوه مره اخرى، داكشي علاش جبت لكم الازرق الملكي وهو مطروز الطريزه هنايا. شوفوا لي البنات الطريزات كيف دايرين، دائما البنات الاثمنه 220 درهم، وهذا اللون هذا الازرق واعر 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 كيحمق، وجا هنايا بهذا لورونج، هذا الازرق ولورونج راهم كيتواتاو بزاف، وهنايا كاين تركوا كاين الصم. المهم البنات هذه راه فيها لي طاي البنات سربي، وراه كيف ما قلت لكم راه اون فوا كتحط الفيديو كتبدا السلعه كتمشي، اللي بغى شي حاجه يسكرينيها ويصيفطها ليا. ودائما البنات الاثمنه ديال ولاد الشعب والكاليتي زوينه عند صباح بيوتي، ومرحبا بكم. الكويدات ديالي النوارات ديالي واللي ما جاوبتهاش تشد معايا الخاطر، لان غير ايدي بوحدي مني التصوير مني الدار مني الزنقه، الله يحسن العوان ديال كل واحد البنات، وانتم معايا تنمشي درجه بدرجه وخطوه بخطوه البنات. شكرا لكم كاملين على التعليقات ديالكم والتفاعل ديالكم لينا، وشكرا لكم على الثقه ديالكم فيا. اين فوا غادي ندير التليفون جديد اللي فيه القناه، غنبدا معكم اللايفات وكل نهار غادي تكون ان شاء الله سلعه جديده، غنحاول ما امكن البنات نزيد خطوه لقدام. شكرا لكم لهلا خطيكم عليا وبسلام عليكم.